صباح الخير أو مساء الخير أبنائي الأعزاء وطلبات وطالبات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية المستوى الثاني مقرية الأعمال. هستكمل مع حضراتكم الفصل الخامس اللي هو تحليل الصناعة والمنافسة. ده المحاضرة الثالثة في الفصل الخامس. احنا إن شاء الله النهاردة هنكمل مع احنا كنا عملنا في نهاية المحاضرة اللي فاتت التطبيق الأول لنموذج القوى الخمسة، اللي هو بنعمل الجدول اللي نقدر نتعامل من خلاله بنموذج كده موضح. إذا ملأنا هذا النموذج ووجدنا إن العديد من تهديدات ربحية الصناعة عالية فما بندخلش الصناعة دي، إذا وجدنا إنها منخفضة بنقدر ندخل الصناعة. هي دي الشريحة اللي كنا انتهينا بيها المحاضرة اللي فاتت، وقلت لحضراتكم عايزين خدوا عليها تاسك كده صغيرة ان انتوا تحددوا بالظبط صناعة معينة وتكتب انا والله عايزة ادخل صناعة المواد الغذائية، هي المواد الغذائية المعلبة مثلا. دلوقتي تقييم تهديد البدائل، تهديد الداخلي، وشوف كل بند من البنود دي ايه مستوى التهديد وقرر انا هدخل الصناعة دي ولا مش هدخل. بعد كده التطبيق التاني للنموذج اللي هي الطريقة التانية اللي ممكن شركة جديدة تطبق نموذج القوى الخمسة للمساعدة في تحديد ما اذا كان يجب ان تدخل الصناعة ام لا، استخدام نموذج لاجابات على مجموعة من الاسئلة. خلينا نشوف كده مجموعة الاسئلة دي على الشرائح التالية. طيب بنقول هل الصناعة مكان واقعي لمشروع جديد؟ إذا كان لا يبقى نعيد النظر في المشروع. يعني إيه هل الصناعة مكان واقعي لمشروع جديد؟ يعني صناعة المواد الغذائية مثلا، أنا عايز أشتغل في صناعة المنتجات المعلبة الغذائية المعلبة، النوع ده من الصناعة ممكن أعمل أنشئ فيه مشروع جديد؟ في وقت من الأوقات لما كانت المنتجات المعلبة دي مثلا في دايما بتستخدم بفتاحة كده معدن، هي منتج كنز، الكنز ده جه بعد كده المنتجات المعلبة باللي هي المعلبة سهلة الفتح. فمثلا لو أنا ما عنديش عندي مشروع، لو كل المشروعات القائمة في منتجات المواد الغذائية المعلبة ما فيهاش التطوير ده، ممكن أنا أدخل بنفس المجموعة من المنتجات ولكن بطريقة تغليف وطريقة فتح جديدة. إذا أنا عندي منتجات المعلبة نصف جاهزة فأنا بدخل بمنتجات معلبة جاهزة. إذا عندي نظام التعليب أو طريقة التعليب أو تكنيك التعليب في تكنولوجيا جديدة ممكن أدخل هذه الصناعة، لكن إذا كل هذه الأمور تم تغطيتها وأنا ماليش مكان بالمشروع ده يبقى أنا الصناعة دي مش ملائمة لي. فلو قلنا لأ أهي في الحالة دي أنا يجب إعادة النظر في المشروع الجديد أهو، تمام كده؟ طيب طب افرضوا قلنا نعم، تعالوا كده نشوف ممكن نعمل ايه. لو قلنا نعم، لو قلنا نعم هنسأل سؤال، هل هناك مجالات يمكننا تجنب او تقليل العوامل التي تكبح ربحية الصناعة؟ كلمة تكبح هنا يعني تسيطر على او تخفض من ربحية الصناعة. هناك مجالات نستطيع ان نعمل عليها. إذا كان هناك رد إيجابي على هذه الأسئلة يبقى احتمال نجاح المشروع كبير. أنا عايزة بس أقول أول مثال على هذا الإيه؟ هذا الإجابة على هذا السؤال. إيه المجالات اللي ممكن تجنب أو تقلل العوامل؟ إيه هي العوامل دي؟ خليني أقول لحضراتكم على سبيل المثال، أنا عندي مشروع مثلا مشروعات التكنولوجيا المعلومات، أنا عايز أدخل في هذا المشروع في مجال تقديم خدمات النقل الخاصة، ولقيت أنه من أهم العوامل اللي ممكن تخفض صناعة تكنولوجيا هذه الصناعة يعني، أو أنا أسفة ربحية هذه الصناعة، هو أنهم المنافسين الكبار الاتنين اللي موجودين تقريبا مسيطرين على السوق والدخول معاهم منافس جدا. يبقى التنافسية ما بينهم، اتنين كبار مسيطرين على السوق ابتدوا يسيطروا تماما على تكاليف التشغيل وابتدوا يسيطروا على التكاليف الثابتة وغيره من التكاليف المحتاجة.
ايه اللي بيخليني اقدر اقلل العوامل اللي لها علاقة بتكلفة التكاليف الثابتة المطلوبة، او لو فكرت في تكنولوجيا جديدة لتقديم هذه الخدمة، بمعنى ان انا دخلت في حتة تانية اللي هي تقديم خدمات النقل، بس النقل الجماعي. خلاص، يبقى انا كده بعدت عن المنافسة المحتدمة اللي هي او السوق اللي بيقدم خدمات النقل الفردي الخاصه اللي هي فيها اوبر وكريم لوحدهم، اللي هم خلاص بقوا مسيطرين عليها. لو دخلت الحته دي، لا دي ممكن حاجه تكبح او تخفض من ربحيه الصناعه. اما بقى اذا دخلت نقل جماعي، لا ده لو قدرت ادخل نقل جماعي وباستخدام الابليكيشن برضو، زي الابليكيشن بتاع سوافال مثلا، ده نقل جماعي باستخدام ابليكيشنز. طيب يبقى دي ابتديت انا اقول نعم استطيع ذلك. طيب تعالوا ناخد مع بعض مثال تاني، او قصدي السؤال التاني بيقول ايه؟ هل هناك اتجاه فريد في الصناعه يقلل العوامل التي تقمع ربحية الصناعة؟ يعني ايه اتجاه فريد في هذه الصناعة يقلل العوامل التي تكبح ربحية الصناعة؟ يعني اقدر ادخل بتكنولوجيا جديدة، اقدر ادخل قطاع جديد، اقدر ابعد عن المناطق المزدحمة بالمنافسين. اذا كانت الاجابة نعم، فانا في هذه الحالة استطيع ان ادخل الصناعة. اذا كانت الاجابة لا، فهذا يعني أنني يجب أن أعيد النظر في هذا المشروع. آخر حاجة اللي هي، هل يوجد نموذج أعمال متميز تجده الشركات الصناعية من الصعب تكراره؟ يعني إيه نموذج أعمال؟ بصوا يا أولاد، نماذج الأعمال لها أنواع مختلفة، منها استخدام تجارة الجملة، تجارة التجزئة، تواجد في فروع للعرض، تواجد أونلاين، تواجد أوفلاين، العمل على خدمة قطاع سوقي محدد، خدمة أكثر من قطاع سوقي، دي اسمها نماذج أعمال. أنا بقى إزاي أقدر أدخل لهذه الصناعة باستخدام نموذج أعمال مش متغطي في هذا الموضوع؟ مثلا هديكم مثال، انتوا عارفين سوبر ماركت مترو، سوبر ماركت سعودي، سوبر ماركت أولاد رجب، سوبر ماركت كارفور، دي كلها سوبر ماركت تجار تجزئة بتقدم المنتجات. كلنا بنروح ناخد كده الولاد ونروح نلف في السوبر ماركت نجيب طلبات البيت بالأسبوع أو بالشهر أو غيره من هذه الأماكن. طيب دي اسمها تجارة تجزئة في السلع الغذائية. إيه رأيك بقى يظهر نموذج أعمال متميز؟ طبعا هذه الصناعة مزدحمة جدا ومسيطر عليها الأسامي الكبيرة اللي أنا بقول لك عليها. الله، طب أنا عايزة أدخل الصناعة دي، بس أنا عايزة أدخلها بنموذج أعمال جديد، إزاي؟ أعمل أبليكيشن أونلاين، يبقى عندي ستور أونلاين، ستور زيه زي أولاد رجب، زيه زي مترو، بس أعمل اسم جديد أو تسمية جديدة، وأقدم خدماتي أونلاين، يعني ما يبقى ليش تواجد أوفلاين، يبقى لي تواجد فقط أونلاين، بس يكون عندي تميز في السرعة الشديدة جدا في تقديم الخدمة. يعني الراجل عندي مخازن بس، وعندي ابلكيشن بيجي لي اوردرات طول النهار، الاوردر يجي لي نص ساعه يطلع، الاوردر يجي لي نص ساعه يطلع، الاوردر يجي لي نص ساعه يطلع. يبقى انا هعتمد على شبكه توزيع ونقل وشحن ضخمه جدا، وهعتمد على مخزن، وهعتمد على ابلكيشن، يبقى مش هبقى محتاج معرض زي كارفور اللي انت بتدخله. طب ايه رايك بقى الابلكيشن ده يبقى فيه نافيجيشن؟ يعني ايه نافيجيشن؟ يعني ادخل كده، ادخل تخليني امسك سبت واقعد الف في الطرقه زي ما بلف في كارفور وزي ما بلف في مترو، واقعد اتسوق، واقف قدام الرف واختار وادخل في السبت، واختار وادخل في السبت، واختار وادخل في السبت. يعني كاني بلعب لعبه كده، لعبه من العاب البلاي ستيشن اللي انتوا بتلعبوه. يا سلام، واجي في الاخر او ادرب المنتجات بتاعتي واحسبها، وفاتورتي تطلع قدامي اونلاين، قدامي فاتورتي تطلع واعمل كليك، ده معناه من فضلك اطبع الفاتوره وهاتها لي وهات لي الطلبات، واكتب ان انا عايزاها خلال نص ساعه البيت او خلال ساعه البيت، واكتب العنوان بتاعي تفصيليا، يعني يبقى في ابلكيشن تنزل فيه كل التفاصيل اللي هو عايزها للعنوان. الله، ده انا كده قدمت نموذج لتجاره التجزئه، نموذج عمل تجاره التجزئه، ولكنه نموذج متميز جدا مش موجود في السوق كله.
يبقى ده إذا كانت الإجابة نعم، هل يوجد نموذج أعمال متميز تجده الشركات الصناعية من الصعب تكراره؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى أنا أدخل السوق. إذا كانت الإجابة لا، ما أدخلش السوق. يبقى هي كلها الفكرة كلها في الإجابة على 3 أسئلة، فكرة البحث عن تميز في المجال، فكرة البحث عن تواجد في السوق، فكرة التعامل مع مصاعب دخول السوق، فكرة التعامل مع تخفيض كل التحديات اللي بتقلل اللي بتسيطر على الربحية وبتخفضها، فكرة إن أنا أدخل بنموذج أعمال جديد. إذا كانت الإجابة نعم فأهلا بكم، إذا كانت الإجابة لا فبرجاء عدم دخول هذه. خليني أقول لحضراتكم إن إحنا ممكن دلوقتي ندخل على أنواع الصناعة. عندنا حاجة اسمها الصناعة الناشئة، الصناعة المجزأة. طيب يعني إيه صناعة ناشئة؟ لم يتم بعد تطوير إجراءات التشغيل القياسية فيها، يعني لسه جديدة. بس خلي بالكم الصناعات دي بصراحة بتبقى مع إن لم يتم تطوير إجراءات التشغيل القياسية فيها، لكن بتبقى صناعات مربحة لأنها بتبقى لسه في بدايتها، فممكن نطورها وممكن اللي بيسبق في الدخول فيها. زي ما اتفقنا صناعة الأبليكيشنز هي من أهم الصناعات الناشئة، من 10 سنين كانت أي صناعة معتمدة على تكنولوجيا المعلومات هي من الصناعات الناشئة. طيب طبعا هنا اذا كانت الفرص اللي بتقدمها الصناعه، احنا بنبحث في كل صناعه على الفرص اللي بتقدمها الصناعه، ميزه المبادر ومحرك الصناعه، او زي ما قلت لك تلحق تدخل قبل غيرك. الصناعه هي دي معنى المبادر، تمام؟ طيب الصناعه هي اهي الفرصه التي تقدمها مثل المبادر ومحرك الصناعه الاول. طيب اللي بعده الصناعات المجزأة، اللي هي الصناعات التي تتميز بعدد كبير من الشركات متساوية الحجم تقريبا. النوع ده من الصناعة الفرصة اللي بتقدمها التكامل. يعني ايه؟ عارف صناعة تجارة التجزئة؟ مترو ده وراه صناعات اخرى مكملة، واحد تاجر جملة وواحد عنده اسطول من النقل بينقل من تجار الجملة لمترو، واحد تاني عنده أسطول من النقل بينقل من تجار الجملة للفواكه والخضروات لمترو، واحد تالت للمواد الغذائية، واحد رابع للمواد. الله، يبقى أنا عندي صناعة تجار التجزئة اللي هما زي سوبر ماركت مترو وغيرهم دول، دي صناعة فيها عدد كبير من الشركات متساوية الحجم، بس بتتكامل معاها صناعة أخرى اللي هي صناعة اللوجستيات اللي هي النقل التخزين والنقل وغيره، وكلهم متكامل وهنا بيحصل تكامل. فأنا لما ألاقي دولة أو سوق في صناعة تجارة تجزئة مكثف، أقدر أبتدي أقول إيه؟ طب أنا ممكن أدخل مجال صناعة النقل، ممكن أدخل مجال صناعة التخزين، ممكن أدخل مجال صناعة تجارة الجملة، لانها كلها ايه متكامله مع بعض، مع صناعه المواد الغذائيه، صناعه عرض وتجاره التجزئه في المواد الغذائيه. اللي بعده لو حبيت اخد نوع ثالث، الصناعات الناضجه، هي الصناعات التي تشهد زياده بطيئه او معدومه في الطلب. يعني ايه كلمه ناضجه؟ يعني بقى لها كتير قوي موجوده. طب هي الصناعات الغذائيه صناعات ناضجه؟ في بلاد زي بلادنا تظل الصناعات الغذائيه على المحك ما بين نوع اسمه الصناعات المجزأة مع الصناعات اللي أطلقنا عليها كمان من شوية المتكاملة اللي هي. لكن أما بقى الصناعة يعني فهي ما تبقاش، ما عندناش هي إيه، لأنها تشهد زيادة بطيئة أو معدومة في الطلب. لا، مش زيادة أو بطيئة أو معدومة في الطلب. ما هي الفرص التي تقدمها لنا الصناعات الناضجة؟ ابتكار العمليات، ابتكار العمليات وابتكار خدمات ما بعد البيع. تقدر تدور على طريقة تقدم بيها بعض التميز في خدمات ما بعد البيع. طيب آخر حاجة الصناعات المتراجعة، أو يعني لسه الصناعات المتراجعة تعاني من انخفاض في الطلب. الفرص اللي بتقدمها إنشاء سوق متخصصة، اتباع استراتيجيات لخفض التكاليف. بمعنى مثلا عندي صناعة من الصناعات المتراجعة والمشهورة جدا، هي إذا كنا نتكلم عن صناعات اللي لها علاقة ببعض الأجهزة الطبية اللي هي أصبح هناك تراجع شديد في الطلب عليها وانخفاض شديد في الطلب عليها. لو أنا خدت من هذه الصناعة نوع معين متخصص من أنواع الأجهزة الطبية اللي ممكن، أنا بتكلم
اجهزه طبيه مساعده، مش اجهزه طبيه اللي هي بنكشف بيها اللي هي الاكس راي وغيره، لا انا بتكلم على يعني مثلا زي سماعات الاذن مثلا، زي اللي بيسموها الاطراف الصناعيه. هي النوع دي من الصناعه انا ممكن ادخل فيها سوق متخصص والاحظ المنطقه او المجتمع الكوميونتي اللي انا فيه ايه اكتر سوق متخصصه في الاجهزه الطبيه المساعده او المعاونه مطلوب واشتغل فيه خلاص اكتفي بهذا القدر. طيب في بقى عندي حاجه اسمها الصناعات العالميه اللي هو النوع الاخير، وهو الصناعات التي تشهد مبيعات دوليه، الفرص استراتيجيات تقدر تطبق عليها استراتيجيات مزدوجة ومحلية. أنا بشوف مثلا من أشهر الصناعات العالمية اللي هي ممكن تشهد مبيعات دولية، أنا بشوف صناعة السلاسل العالمية للمحلات وسلاسل العالمية للوجبات السريعة، بشوف كمان المنتجات اللي لها علاقة بالبيئة وصديقة للبيئة، والمنتجات اللي هي منتجات الصحة العامة ومنتجات العناية الشخصية، دي صناعة عالمية الحقيقة. لو قدرت تشتغل فيها بشكل محلي بشكل جيد وحققت ميزة تنافسية تقدر تنطلق بيها العالمية بشكل عظيم جدا جدا أو بشكل منطلق يعني. وبالتالي تقدر تشتغل على استراتيجية مزدوجة محلية وعالمية. طيب في حاجة مهمة جدا محتاجين نتكلم عليها اسمها تحليل المنافسين. الله، هو أنا ليه هعمل تحليل المنافسين؟ والله الحقيقة أنا هعمل تحليل منافسين لأن أنا بعمل تحليل الصناعة، والصناعة دي جزء مهم جدا لا يتجزأ منها هي فهم المنافسين جيدا. من هم المنافسين؟ مين منافسين شركتي؟ أنا عايز أعرف مين المنافسين الرئيسيين ومين المنافسين الفرعيين، إيه الفرص المتاحة اللي هم لم يتطرقوا لها. وبعمل حاجة اسمها شبكة التحليل التنافسي. الحقيقة أن شبكة التحليل التنافسي هي أداة لتنظيم المعلومات. شبكة التحليل التنافسي دي هي أداة لتنظيم المعلومات التي تجمعها الشركة أو تجمعها الشركة حول منافسيها. تعالوا مع بعض نشوف إيه هي أنواع المنافسين. عندي منافسين مباشرين، تمام، عندي منافسين غير مباشرين، عندي منافسين في المستقبل. المنافسين المباشرين هي الشركات التي تقدم منتجات متطابقة أو متماثلة. المنافسين غير المباشرين هي الشركات التي تقدم منتجات بديلة. المنافسين في المستقبل هي الشركات التي لم تصبح منافسا مباشرا أو غير مباشر بعد، ولكن هي في المستقبل يمكن أن تتحول لمنافس مباشر. طيب الحقيقة أنه في مجالات مختلفة أنت ما تقدرش أبدا يعني في مجالات مختلفة أنت عندك منافس مباشر، منافس مباشر بيقدم منتجات متطابقة للمنتجات بتاعتك، زي بيبسي منافس مباشر لكوكا كولا، كريم منافس مباشر لأوبر. طبعا أنتوا عارفين أن أوبر اشترى كريم، فالقصة يعني أنا بتكلم عليهم لما كانوا شركتين منفصلتين، لكن أنا بتكلم دلوقتي على فكرة انه خلينا في بيبسي وكوكاكولا عشان هو مثال واضح دلوقتي. يبقى شركة بيبسي منافس مباشر لكوكاكولا، ادي منافسين مباشرين. طب المنافسين غير المنافسين، جميع العصائر، جميع المياه، انواع المياه المعدنية اللي بتحتوي على الصودا او غيره، دي تعتبر منافس غير مباشر، هي منتجات تقدم منتجات بديلة. طب مين المنافسين في المستقبل بقى؟ أقول لكم على حاجة، اتصدقوا إنه لو تعامل لو ابتدى ناس بتنتج دلوقتي عصائر طبيعية وابتدت تتعرف عليها وابتدت الناس تستغني عن مشروبات البيبسي والكوكا كولا وغيره بالعصائر الطبيعية، يبقى ده منافس مستقبلي. طب مشروبات الطاقة ممكن تبقى منافس مستقبلي، هي موجودة دلوقتي ومنافسة غير مباشرة. يعني مشروبات الطاقة منافس غير مباشر للمشروبات الغازية، لكن هل ممكن يبقى في المستقبل منافس مباشر؟ آه، ولكن بعد وقت. طيب هجيب مصادر معلومات حول المنافسين من كل من
ايه هي المصادر الاساسيه؟ تعال بقى نشوف ايه المصادر الاساسيه. المصادر الاساسيه طبعا يجب ان يتم الحصول على المعلومات بطرق اخلاقيه، عن طريق حضور المؤتمرات، حضور المعارض. يعني ايه حضور المعارض؟ انتوا عارفين يا اولاد في كل صناعه من الصناعات في معرض متخصص سنوي معروف ميعاده. المعرض ده انا بروح ازوره، ازور كل العارضين في هذا المعرض واعرف بيقدموا ايه، لان دول يعتبروا منافسين ليا. اشتري من منتجات المنافسين، اعمل سيرفي واعمل دراسه استقصائيه واستطلاعيه على مع عملاء هؤلاء المنافسين عشان اسمع رايهم في هذه منتجاتهم. اعمل دراسه للمواقع الالكترونيه، تحليل كامل للمواقع الالكترونيه الخاصه بالمنافسين ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيها. انا لو بعمل مستشفى لازم اعمل تحليل الموقع الالكتروني الخاص بجميع المستشفيات اللي انا منافسه ليا. لو انا بقدم اي نوع من انواع الخدمات، ودي لها مصادر متعدده. في عندي كمان اتحدث مع عملائي انا شخصيا واسالهم انتوا جربتوا غيري؟ جربتوا منتجات منافسه؟ جربنا. طب جربتوا ايه؟ جربنا سين وصاد وعين. طب انتوا رايكم فيها ايه؟ ايه الفرق بينهم وبين منتجاتي؟ ده مطلوب او مطلوب. طيب طبعا الاطلاع على الكتب والمجلات، تدخل تعمل لايك بقى لكل صفحاتهم، وتدخل تعمل بحيث ان تجيلك كل النوتيفيكيشنز بتاعتهم، ولو بيعملوا نيوزلترز تتبعت لك، ولو بعت. كل دي طرق اخلاقيه. في طرق غير اخلاقيه بقى، ان انت تدفع فلوس لحد بيشتغل عندهم عشان تشتري معلوماتهم، لكن دي طرق غير اخلاقيه مرفوضه تماما. المصفوفة دي هي أداة لتنظيم المعلومات اللي بتجمعها الشركات عن منافسينها، بتساعد على معرفة إزاي الشركات بتتعامل مع منافسيها، أنا قصدي كيف تعمل إيه مع منافسيها، إيه الأفكار التسويقية اللي بيقدمها المنافسين عشان تبقى عارفة هي تقدر تقدم إيه، وتقدر بالتالي تحدد الميزة التنافسية. ده مثال مصفوفة التحليل التنافسي المطاعم وجبات سريعة. تعالوا نشوف مع بعض، بحط ايه البنود، اهم البنود، ده بعض البنود مش كل البنود على فكرة. السعر، البدايل، توفير طعم جديد، بيئة المطعم، سرعة الخدمة، توفر منتجات خالية من الدهون، اشتراك المنافس في الوعي الاجتماعي والخيري. تعال نشوف ماكدونالدز بيعمل ايه، برجر كينج بيعمل ايه، مينس بيعمل ايه، بافلو برجرز بيعمل ايه، هارتز بيعمل ايه. انا هعمل ايه؟ انا عايز اعمل مطعم وجبات سريعه بس متخصص في الهامبرجر، فاقوم حاطه رص المنافسين دول كده وابتدي اقارن ما بينهم واجمع معلومات عن كل واحد فيهم عشان اقدر اقدم انا هقدم ايه بشكل متميز عن كل دول. التاسك بقى اللي مطلوبه منكم في نهايه هذه المحاضره ان حضراتكم تفكروا معايا، لو نتخيل مع بعض ان انا شركه ناشئه وهعمل مطعم برجر، ما هو التميز اللي انت تقدر تقدمه عن المنافسين، علما بان التقييم ده موجود اذا كان كل واحد فيهم الحته دي فيها عنده ميزه فيها ولا عنده عيب فيها ولا زيه زي غيره بس. وأشكركم شكرا جزيلا، إن شاء الله تنزل لكم الأسئلة على هذا الفصل، إن شاء الله True or False والMCQ تنزل لكم على الفصل ده بإذن الله، وأشكركم شكرا جزيلا.